السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في قناة مطبخ الأيدي العراقية. اليوم راح نعمل سمك مشوي بالنومي بصرة. مثل ما تعرفون السمك له فوائد كثيرة أكثر من اللحم والدجاج، وراح أذكر لكم الفوائد بالوصف إن شاء الله. وهاي المواد اللي تشوفوها: سمكة غسلتها بالمي والملح، وملعقة كوب كركم، ملعقة أكل كاري، ملعقة أكل ملح، ملعقة أكل مطحون النومي بصرة، حامض واحدة، شبنت، طماطة اثنين، وبصل. وهسه حننتقل للمرحلة الثانية إن شاء الله ونشوفكم خطوة بخطوة. بداية راح نطرق النومي بصرة بالمطرقة اليدوية، نخرج البذور اللي بداخلها تكون بهذا الشكل، ونطرق النومي بصرة أما بالطريقة هاي أو إذا عندك مطحانة كهربائية. راح نقطع البصل والطماطة والشبنت، حشوة السمك، بصل مقطع وطماطة وقليلا من الملح، ملح اختياري براحتكم، وملعقة كبيرة من النومي بصرة المطحونة، ونمزج المواد. أثقب السمكة عدة ثقوب، وراح أعمل خلطة بهارات الكاري والملح والكركم وملعقتين من الزيت، ونمزج المواد، وعصر الحامض على السمكة، وأضع خلطة البهارات فوق السمكة من الجهتين، يكون بهذا الشكل. وأضع قدح من الماء وأتركها في فرن يكون مسبقا حار 15 دقيقة درجة الحرارة 200. بعد 15 دقيقة خرجتها من الفرن تكون مستوية عن النص. راح أضع حشوة النومي بصرة وأرجحها في الفرن وأبقيها لمدة 15 دقيقة. وتنتهي أكلتنا السمك المشوي بالنومي بصرة، وألف عافية.